وعندنا فكر ممتاز، بس عايزين استراتيجيه زي اللي انتم شايفينها ديت ورؤيه، فان شاء الله هتسمعوا حاجات كويسه. ممكن يعني، بس شوفي انا عايز اقول لك على حاجه، الاعتماد لازم يكون اولا واخيرا على مصر والمصريين. انت اللي انت شايفاه ده كله مفيش مليم جاء من خارج مصر، كل اللي انت شايفاه ده، ومفيش عقول من خارج مصر، وده كان المبدأ اللي انا عايز اعمله. ليه؟ احنا الاول نطلع احنا نوضب بيتنا احنا كويس، وبعدين الناس هتشوف البيت النظيفة هتيجي غصب عنها مايتي ولا ولا ولا. اذا ما كانش ده يجي ويطلع منها حاسس انها زيها زي اللي عنده، هيقول دي بلد غلبانة وبعت لها حاجة كده نص نص كده ولا بتاع. لكن لما وضب احنا بيتنا ونبين للعالم كله في الحالة دي، احنا ما عندناش منع لأي حاجة. دكتور هل هيبقى في تعاون مع جامعة جنين ومع بقية الفروع الخاصة بالبحث على المشاكل بتاعة مصر؟ وده اعلام ما يفيدكيش ولا يفيد البلد. احنا دلوقتي بنتكلم على الامل، ده معناه ايه؟ لازم احنا نتعاون مع جميع الجامعات المصرية، ما تخصريش واحدة بالذكر. لو كانت بتعمل ابحاث على مستوى عالمي هنتعاون معها، لو ما كانتش بتعمل ابحاث على مستوى عالمي ما نتعاونش معها. فاهم النظرية؟ فما تخصيش بحاجة، لان ده ما فيش لا حساسية ولا غير حساسية. تعليق حضرتك على المؤتمر الاقتصادي يا دكتور. اولا انت اللي عشان تعمل العلماء اللي تتكلم عنها دي، لازم يكون عندك البيئة الصح والبيئة المناسبة اللي هي بتطلع العلماء دي. يعني انا ما اجيش مثلا، يا ابني اسمع اسمع يا ابو، انا ما اجيش دلوقتي عايز اطلع عالم على مستوى عالمي وادي له 3000 جنيه في الشهر واقول له روح خد مواصلات وتعالى واتعب وبتاع، توفر له البيئة الصح وتطلب منه اللي هو الطلبات اللي على مستوى العالمي. انا في تقديري احنا بقالنا 15 سنة بنشتغل عشان تشوف اللي انت شايفه ده، وخدنا قانون وعملنا وخلينا وبتاع والمصابرة والعمل الجاد سنوات. احنا ده دلوقتي اوريدي طلعنا وبقينا ومش عارف ايه، سنوات ان شاء الله مصر هتطلع مش بس علماء، وهتطلع ابتكارات جديدة جدا احنا كلنا هنكون سعداء. توقع في زمن لا، انا يعني انا في اعتقادي انه اولا انا ما اقدرش اقدر ده بالنسبه للجامعات المصريه لسه، لكن بالنسبه للمدينه هنا احنا يعني لو كنت سمعت النهارده الصبح اوريدي احنا عاملين دلوقتي اكتر من 100 بحث طالعين الاول في تاثير الابحاث العلميه، وفي نفس الوقت انا بقول في حدود اول ما هننقل المدينه دي ان شاء الله سنتين ثلاثه كده هتسمع حاجات. بنت قاعده كده في بيتك وتفرج على التلفزيون والعالم كله بيتكلم عنها وبتقولي والله ده في مصر ده صحيح. جديده ويعني شوف كل المباني اللي انت شايفها دي وكل العظمه اللي هتبقى فيها، اذا ما كانتش تطلع ابتكارات وعلى مستوى عالمي يبقى كل الخرسانات دي ومش عارف ايه ملاش قيمه. لكن لازم اربي العقول، وانا شايف ان احنا بادئين بدايه كويسه جدا في البلد وفي المشروع، وفي كده فرحه في مصر وإن شاء الله تتم جدا. شكرا لك.